عالم المحركات يقربكم من سوق السيارة الوطنية. عالم المحركات ينقل لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة في عالم السيارات. عالم المحركات، ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرة. سي رشيد العراقي، مرحبا بك في برنامج عالم المحركات. فبغينا نعرفوا انتم متواجدين هذا العام في صالون اوتو، شنو اهم الجديد اللي جاي به هذه السنه؟ الوغ الجديد اللي كاين بالخصوص كاين في الماركه ديال رونو، الوغ كاين الجديد في لا نوفيل ميغان اللي يلاه لونسيناها واللي عارضينها هنا في المعرض، غتبدا تتباع هنا في المعرض، اللي هي لا كاتريام جينيراسيون ديال لا رونو ميغان. وايضا جبنا رونو تاليسمون اللي معروضه حتى هنا في المعرض، واللي غادي تبدا البيع ديالها حتى لشهر اكتوبر ان شاء الله. جبنا لنا المعرض باش يشوفوها الناس، والبيع ديالها يبدا حتى لشهر اكتوبر ان شاء الله. وكاين بعض الموديلات اللي لونسينا في هاد الاشهر التاليه بحال الكاتجار اللي حتى هي معروضه هنايا، والموديلات الاخرين. وفي داسيا بيان سور كاين كاع جميع الموديلات معروضين، سونديرو، دوكر، داسيا، لوغان، لوجي، كاع المنتوجات اللي كتصنع في المصنع ديال سوماكا في الدار البيضاء ولا في المصنع ديال طنجة. وبالنسبه للمستجدات اوسي ايضا كاين من ناحيه القروض درنا تسهيلات يعني للزبناء، يعني المستحقات ما تبدأ تقطع حتى من بعد 4 أشهر. يعني الإنسان يأخذ السيارة، الزبون يأخذ السيارة دياله دابا، ومن بعد 4 أشهر يبدأوا الاقتطاعات، يعني من بعد شهر رمضان، بعد العطلة الصيفية، بعد الدخول المدرسي، يعني يأخذ السيارة دابا ومن بعد 4 أشهر تبدأ الاقتطاعات. وهذه يعني ميزة مهمة بالنسبة للزبائن، لا ديال غونو ولا ديال داسيا. لا سمحتي يا سي العراقي، فكنعرفوا بان الزبون المغربي من بين الحوايج اللي كيلح عليهم في المعرض هو السعر، الثمن. واش عندكم السنه هذه شي اسعار مناسبه؟ دائما كاينه اسعار مناسبه. الزبناء ديالنا في المغرب عندنا 40% من حصه السوق تقريبا بين رونو وداسيا، وعندنا الهم الكبير ديالنا هو ارضاء الزبون من ناحيه الثمن ومن ناحيه ايضا الخدمه من بعد البيع. وعندنا مفاجات عديده اللي غادي نوريهم للكليان ان شاء الله ديالنا في هذه الايام ديال العرض، مناسبه لوتو اكسبو 2016. شكرا سي العراقي. عالم المحركات يقربكم من سوق السيارة الوطنية. عالم المحركات ينقل لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة في عالم السيارات. عالم المحركات، ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرة.